مساء الخير، مواسم مباركة وصوم مبارك. مثل ما عودناكم السنة الماضية رح منكون معكم كمان هالسنة بأحد الصوم الخمسة الأولى. رح نلتقى بإذن الله اعتبارا من أحد الأرثوذكسية الساعة 6 المساء بتوقيت ألمانيا، الساعة 7 بتوقيت بيروت وبتوقيت دمشق. بتمنى أنه مواضيعنا تكون مهمة لحتى تتابعونا ولحتى تسمعونا. بانتظار تعليقاتكم وأسئلتكم. بينزل قبل بيوم قبل بيومين الله راد، بعد المديح كل أسبوع بينزل الموضوع، حتى إذا كان في أي سؤال أو أي استفسار بتريدوا أنكم تسألوا عنه بإذن الله تلاقوا الجواب عليه. مساكم مبارك وصيام مبارك مرة تانية. جزيجنة فاستن سايت.